لما تحب تتكلم عن أساطير ألعاب الصالات في نادي الزمالك، أنت محتاج سنين وسنين، لأنهم كتير قوي وجيل بيسلم جيل. كتبوا أساميهم بحروف من ذهب في تاريخ الرياضة المصرية، واستحقوا أن يكونوا أبطال لقصص عظيمة في تاريخ نادينا الملكي. بطل قصتنا النهاردة هو الكابتن والأسطورة طارق عبد الحكم، نجم الكورة الطايرة في نادي الزمالك ومنتخب مصر في السبعينات وبداية الثمانينات. طارق عبد الحكم اللي كان أفضل سنتر بلوك في تاريخ الكورة الطايرة على مر العصور، وكانت بدايته في نادي مبابة. وفي إحدى مباريات الناشئين شافوا أسطورة الزمالك كابتن أحمد الجمال، واللي كان معجب بموهبته علشان تتفتح طاقة القدر وينضم الشبل الصغير للزمالك سنة 1971، وتبتدي حكاية فارس جديد في كتيبة فرسان 100 عقبة. بطل قصتنا كان موهوب بالفطرة، وكل المدربين كانوا معجبين بمهاراته، وقدر يحقق مع فريق الناشئين بطولة الجمهورية، وبعدها تصعد للفريق الأول ولعب وسط العمالقة وأساطير اللعبة في الجيل الذهبي بالزمالك، وكان من بينهم الكابتن نور زكي وسيد شحاتة وحسن محرم وعزمي مجاهد. ورغم صغر سنه ساهم في تتويج فرسان الزمالك بلقب الدوري سنة 1972 علشان تبتدي رحلة مع الألقاب والإنجازات. أطلقوا عليه صاحب الإيد القوية للطايرة الزملكاوية، وسموه كمان العملاق الطاير علشان ضرباته الساحقة وإرسالاته الصاروخية خطف قلوب كل الزملكاوية، وحقق خلال مشواره بالتيشيرت الأبيض أبو خطين حمر بطولتين للناشئين، وكمان بطولة الجمهورية وبطولة الشباب، ومع الفريق الأول فاز بلقب الدوري 4 مرات، ده غير البطولات الدولية والعربية. طارق عبد الحكم كان واحد من نجوم المنتخبات الوطنية، وحقق مع منتخب مصر لقب دورة الألعاب الإفريقية بالجزائر سنة 1978، ودورة الألعاب الإفريقية للجامعات، والبطولة العربية للجامعات، وكمان شارك في كأس العالم مرتين، وبطولة العالم العسكرية، وبطولة الجامعات. وفي سنة 1983 خاض كابتن طارق عبد الحكم تجربة احترافية في نادي الأهلي القطري لمدة 3 سنين، وبعدها أعلن اعتزالها سنة 1987، واتجه للتدريب بدعم من صديقه وزميله في الملاعب أسطورة الكورة الطايرة الزملكاوية الراحل كابتن جابر عبد العاطي، اللي وقف جنبه علشان يبتدي طارق عبد الحكم عهد جديد. وكانت البداية من فرق الناشئين في الزمالك، وحقق عدد كبير من البطولات، منها بطولة الجمهورية ولقب الدوري وبطولة كأس مصر والبطولة العربية والبطولة الإفريقية لأبطال الكؤوس، وكمان تولى منصب رئيس جهاز الكورة الطايرة في الزمالك. بطل قصتنا كان ليه مغامرات تدريبية بره مصر مع أندية الجزيرة والعين في الإمارات، وحقق معاهم بطولات وألقاب كتير، وكمان كانت ليه تجربة إدارية في منصب نائب رئيس اتحاد الكورة الطايرة المصري في مجلس الراحل علي السرجاني في الفترة من 2012 لحد 2016. طارق عبد الحكم كان وما زال من النجوم وأساطير كرة الطايرة الزملكاوية والمصرية، لاعب ومدرب ومسؤول، وبقى بطل من أبطال ألعاب الصالات داخل قلعة البطولات.